السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأعزاء، أتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. تساوش أخوكم عبد الحميد تعب الشجاع، الله يجزيكم بخير. تحياتي للجميع، مرحبا بجميع، تشكركم كذلك جزيل الشكر على الدعم، الشجاع قناتكم متواضعة. ما شاء الله اليوم راه الجو مريح، جو بارد تبارك الله كيبدو كما كتشوفوا، والماز كذلك تا هو راه اليوم راه هادئ هادئين، والفحول كتكسب راه سايلة كتكسب ما شاء الله. مرحلة التزاوج راه كتمر أحسن الظروف، ها الفحول عندنا هنايا في هاد المزرعة راه مشاو كيكبرو في العمر، خصنا نبدلوهم. اغلب هاد الفحول راه غادي نبيعوهم اللحم، ربينا واحد 10 هاد العام، واني راه دابا ندير لكم شي فيديو عليهم، ما عاجبينيش لانهم ما كانوش مهلين، ما شبعوش حليب، راهم ضعاف. دابا ندير لكم شي فيديو، راهم كاين في ديك المزرعه فين كيكون المعز فوق البرد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للفحول متتبعي الأعزاء اللي خصنا نختارو على حسب التزاوج، هي يكون عندها عامين ما فوق، عام ونص عامين كتكون كبرت في الحجم ديالها و حتى الجديان ديالها كيكونوا ملاح، كيكونوا جديان كبار في الحجم. من الفحول تا هما راه كيبلغوا على 6 شهور، راه كيبلغوا راه ممكن يكسبوا الماز، لكن في هذا السن هذا راه ما فهاد السن هذا كيكون مشكل بالنسبة للجديان، ملي كيتولدو كيتولدو صغار في الحجم و كيتولدو قبل الأوان، كيتزادو قبل الأوان دوك الجديان ولا دوك الفحول اللي كيكون العمر ديالهم صغير، كيكون واحد عاد كتير من اللي كيتصاوب بالإجهاض. بالنسبة لدوك المعزات اللي لقحوهم دوك الفحول صغار في السن، عندهم مثلا 6 شهور 8 شهور، هذه راه عن تجربة عقلت العام الفايت متتبعي الأعزاء، مني كانوا عندي دوك جوج ديال اللي كتربيت كان في العمر ديالهم 6 شهور 5 شهور، ولقحوا واحد العدد ديال المعز كيف ما كنتو شفتو في فيديوهات. بالنسبة للمتتبعين اللي قدام في القناة راهم غيكونوا عارفين اشنو علاش كنتكلم. وهاد الفحول هادو من بعد مني قربات مرحلة الولادة، دوك المعزات كاع اللي كانوا كسبوهم ولا لقحوهم كلهم تصابوا بالإجهاض، كلهم دوك المعزات تقريبا شي 50 معزة ولدات قبل الأوان. دابا راني عاد فكرت وراجعت، بديت كنفكر وراجعت الامور، قلت راه غيكون غير من الفحول والله اعلم، هادشي هو اللي كنا شاكين في الاكل اللي كنا نعطيهم تما، وكنا شكينا في واحد
الجلبه ديال المراره ما درناش، درناش يوم عطله، تبقات الولاده واحد الشهر تقريبا، شهر بحال هكا 40 يوم. من هذا العام هذا ملي بدات مرحله التزاوج فكرت في دوك، تفكرت دوك الجديان وقلت ما يكون غير منهم، والله اعلم. بالنسبه ل واحد السؤال تيطرا عليا في بزاف على حساب المعز المورسيانو ومالاغينيو، من بعد ما كيكسبوا اين هي فيهم اللي كتغرز مباشره من بواحد الشهر من بعد التلقيح ولا التزاوج؟ يا راه بحال بحال، راه ما كاينش الفرق. انا سولت مربي المعز اللي عندهم المعز المالاغيني والمورسيانو، لانه كيقولوا لي الاخوان راه المورسيانا من بعد ما كتلقح بشهر من بعد التزاوج كتغرز. وسولت انا مربي المعز هنا في المنطقه اللي عندهم هاد جوج سلالات المالاغيني والمورسيانو، قالوا لي راه كيغرزوا بحال بحال، ما كاينش فرق ما بين المورسيانا والمالاغيني. من بعد ما كيتلقحوا راه بواحد الشهرين ثلاث شهور. المهم حنا كنتحكموا في المعزة، المعزة لا بغينا لا بغيناها تغرز مثلا بعد ما تلقح بواحد الشهر ولا شهرين، ولا خليوها تزيد تبدا تنتج مور تلقيح بواحد ثلاث شهور اخرى، تتبقى واحد الشهرين الولادة، من الافضل تبقى شهرين الولادة عاد نغرزوها. المهم قبل خصها تغرز قبل ديك الشهرين. والطريقة باش تغرز راه ساهلة، نبدا نعطيوها غير التبن واحد جوج ولا ثلاثة، واحد ثلاثة الأسابيع نبدا نعطيوها غير التبن صافي، وراه غادي تغرز. ها كتكون ملقحة وكتاكل غير التبن، راه تغرز تلقاوش معاها شي مشكل بالنسبة باش تغرز. لانه دابا كاين دابا الناس اللي كيتسحب لها غادي غير تلقح المعزه وتغرز غير هكا بوحدها، راه ما يمكنش، خصوصا هاد السلالات ديال الحالوب، المعز الحالوب راه خصنا حنا نتحكموا، حنا كنغرزوها مثلا كنقصوا لها العلف، يا راه كينقص منها الحليب واني كتبقى تنتج. كاينه المعزه اللي كتبقى تنتج تتبقى شهر ولا الولاده، واني هذا ماشي مزيان بالنسبه للمعزه ملي تبغي تولد، خصنا حنا نغرزوها شهرين قبل الولاده باش هي تبدا تستعد، خصها تبدا تستعد وتجدي حتى هو يكون في صحه جيده، لما يتزاد يكون كبير وتا هي ديك الساعه غادي دير صحتها مزيان، وضروري ما نتهلاو فيها قبل بواحد الشهرين. باش يكون عندها تا الضرع، يكون الانتاج،